جامعة قناة السويس نظمت فعاليات معرض تراثنا للحتف اليدوية والتراثية، واللي بيشارك فيه 45 عارض وعارضة من مصر، ده غير ان في كمان عارضين وافدين من سوريا ومن الصين كمان. ده هي منا يمكن المعرض ده بيكون فيه مشغولات يدوية وتراثية زي اعمال التطريز والكروشيه والتحف والزخارف، يمكن ده كمان بجانب المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن هذا المعرض من خلال التقرير ده. بمشاركة 45 عارضاً وعارضة انطلقت فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، والذي تنظمه جامعة قناة السويس، وذلك ضمن الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تنفذها الجامعة بجانب الأعمال الدراسية. معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية يتميز بكونه يضم عدداً من العارضين الوافدين من سوريا والصين الذين تتميز أعمالهم بالحرف اليدوية بشكل مختلف وجذاب. ويضم معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية أعمال العارضين من المشغولات اليدوية والتراثية من التطريز وأعمال الكروشيه وأنواع متعددة من الإكسسوارات والملابس الجاهزة بتفاصيلها المختلفة وأنتيكات وتحف فرعونية ومنتجات شنط ومفروشات وطرح، وأيضاً منتجات خاصة بالعناية بالبشرة، بالإضافة إلى عرض أعمال الخرز الحرفية واليدوية وأعمال المكرمية. معنا على التليفون الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس. صباح الخير عليك يا دكتور، اهلا وسهلا بيك. صباح الفل يا فندم. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل يا فندم. دكتور، في البداية عاوزين حضرتك توضح لنا اللي بيشتمل عليه المعرض من منتجات واعمال يدوية في يعني حرف مختلفة داخل معرض تراثنا بالجامعة. اولا بصبر لحضرتك وجميع المشاهدين الكرام في انحاء مصر المحبوبة والمحروسة. نعم. احنا في جامعة قناة السويس كان على هامش فعاليات المؤتمر الخاص بالدراسات العليا والبحوث التطبيقية. احنا بنعمله كل سنة. السنة دي قلنا نعمل حاجة كمان معاها كويسة. احنا باستمرار يا فندم عندنا معرض تراثنا الخاص بالمشغولات البسيطة لبعض الأسر وبعض العارضين، وعلى فكرة احنا بنعمل معرض نفس معرض تراثنا ده لذوي الهمم من ابناء الاسماعيليه او من ابناء جامعه قناه السويس، دائما لهم معرض دائم داخل جامعه قناه السويس، سواء في نفس المكان اللي كان فيه امبارح اسفل المسرح الكبير بتاع الجامعه او داخل البهو بتاع رعايه الشباب، او لهم معرض دائم في كليه الطب البيطري. حتى امبارح انا اقترحت عليهم برضو ان انتوا تطلعوا تعملوا في الاوبن اريا في الجناين بتاعت الجامعه، ونجيب لهم ترابيزات ونعمل لهم اي نوع من الديكورات حواليهم كده، لانهم يستاهلوا كل الخير. حاجه صحيح. جميله جدا. احنا دايما في الجامعه عندنا نهج ان احنا منفتحين قوي على محافظه الاسماعيليه والمجتمع القناه وسيناء. هؤلاء المجموعه المتميزه جدا من العارضين اللي في معرض تراثنا زي ما حضرتك شايف في الصور كده متنوعين الانشطه من المفروشات والديكورات والشنط الحريمي والاكسسوارات، حتى يمكن مش باين قوي الاكسسوارات بتاعت البنات الصغيرين، حتى الشباب الحظاظات السلاسل الحاجات دي كلها كانت موجوده. امبارح كمان كان عندنا بعض العارضين من سوريا وفلسطين والسودان والصين ومصر. اللي في مصر هم كانوا خاصين بيعملوا بعض الانواع من المأكولات الشعبيه اللي بتبرز الهويه والثقافه العربيه او الاجنبيه لبعض الطلاب الوافدين اللي بيدرسوا ماجستير ودكتوراه او بكالوريوس داخل جامعه قناه السويس. اكيد امبارح كان حوالي 45 عارض وعارضه. على فكره كل العارضين داخل المعرض امس كلهم معتمدين داخل الجامعه، واحنا عامل لهم لسته متفق عليها وانشطتهم احنا عارفينها كويس. كمان احنا عاملين مكودين كل الانشطه بتاعتهم والمنتجات. بمناسبه المكان العارضين كلهم من خارج الجامعه يا دكتور، ولا في طلاب كمان ممكن يكونوا عارضين؟ سؤال جميل. احنا معظمهم بيبقوا من خارج الجامعه يا فندم، لكن اولادنا يبقوا كمان بيعرضوا معاهم لما يبقى الدنيا معاهم في وقت كويس. يعني كثير من العارضين امس كانوا طلبه عندي في الجامعه، بعضهم اتخرج وبعضهم لا زال عندي طلاب. بعض من هذه المجموعات او اليدوي للمفروشات السرايا والى اخره. نعم. اكيد. طيب دكتور، عاوزين نعرف بقى يعني من حضرتك سريعا مده المعرض قد ايه؟ بالمناسبه انا مش عامل لهم مده.
يعني عشان احنا مدلعينهم شويه يعني بيشتغلوا، عايزين يعرضوا يومين اهلا وسهلا، ثلاث ايام اهلا وسهلا، اسبوع اهلا وسهلا، لان احنا بقول لحضرتك دول كلهم ولادنا. صحيح. ويمكن هم يا دكتور بيقدموا حتى منتجات وحرف كلها يدويه، ويمكن انا شفت المعروضات اللي موجوده في معرض تراثنا تحديدا، في الحقيقه هم يستحقوا كل الخير ويستحقوا فعلا ان احنا نمد لهم يد العون في هذا الامر تحديدا. بنشكر حضرتك الدكتور ناصر مندور رئيس جامعه قناه السويس.